الفنان يوسف البربري. يا مساء الخير عليك، يا مساء الخير على كل الناس اللي انضمت لمتابعتنا في حضرة المساء. ضيفنا شاب متخصص في التأليف الموسيقي أو قاري تأليف موسيقى أو مزيكا، وفي نفس الوقت ذو متخصص في الموسيقى التصويرية، اللي هو الضيف أمجد عبد الله عوض بخيت. أهلا بك يا أمجد. مرحبا بك يا أمجد. والتأليف الموسيقي أكيد عنده إسهامات كبيرة جدا. دارين نعرف متين أمجد بدا التأليف الموسيقي، وبتين ذاته عرفت الموهبة اللي عندك دي؟ طيب، التأليف الموسيقي والموسيقى التصويرية دي عموما ما كانت في البداية شغف معي من شافعي يعني. اكتشفتها تقريبا في بداية 2016 تقريبا. أصلا أنا بعمل أفلام يعني، في الميكر يعني. فلما كنت بعمل الأفلام بتاعتي دي كنت بنمشي نسرق الميوزك من اليوتيوب، الله يبينا نكتب موسيقى حزينة أمشي نزلها وأحشرها طوالي في البتاع وما أعرف شنو. فا يعني من بداية 2018 تقريبا أو في نهاية 2018 عملت لي فيلم اسمه جرعة. فهنا قلت ستوب، لازم أنا أعمل لي ميوزك براي للفيلم بتاعي. فمشيت يعني وقعدت بحس دي حفزتك أو دي النقطة اللي خلتك إنك أنت من هنا تديك حافز إنك أنت تبدأ الحاجة. جميل. الحاجة دي عندها علاقة بإنك أنت لازم تقرأ مزيكا ذاتها ولا؟ والله الحاجة دي ممكن تكون هاوي ساي يعني. أنا بالنسبة لي كأمجد أنا ما قاري يعني، أنت قبل قلتي أيوة. أنا قاري لكن أيوة. ما قريت الحاجة دي أيوة. لكن هيك شغف أيوة. بتمشي معاك من يعني، أنت بتشوف الحاجة دي بيعملوها كيف، بتسمع بعدين بتمشي بتطبق على حسب الحاجة اللي أنت بتجيك في راسك ولا الحاجة دي يعني. طيب أمجد، أكثر المؤلفات اللي أنت ألفتها وحنشوف يعني من خلال حلقتنا معاك اليوم نقدر نقول بدأ بها أمجد وكانت بداية حقيقية بالنسبة لك؟ أي بالنسبة لي أنا المؤلفات يعني بعد فيلم جرعة عندي كم عمل اشتغلته، عندي فيلم بلد فاقد للمخرج أحمد قمر، لسه دي الأفلام دي ما تعرضت يعني. وفي مجموعة من الأفلام، في فيلم اسمه بوكشا، فيلم يمني برضو اشتغلت له الميوزك. بالنسبة للمسلسلات، في مسلسل مصري اسمه افتراض لفت له المقدمة والموسيقى التصويرية، وبرضو في مسلسل اسمه نسمة لعابد وآية. دقيقة، مسلسل مصري؟ مسلسل مصري يعني تصور في مصر؟ كانت ورشة اتعملت في مصر أيوة. عن أساسيات المسلسل، فكلمني واحد هناك صاحبي قال لي انك تشتغل لنا الموسيقى والمقدمه، فقلت لهم اشتغلت عليهم يعني. والله دي حاجه كويسه شديد. انت شفت مسلسل افتراض؟ نشوف صاحبك في نفس المجال ولا في نفس المجال في صناعه نفس المجال. الافلام يعني. في صناعه الافلام هناك في مصر كون يكون في مصريين طبعا طبعا في سوداليين وزاته بدايته قويه. اوكي نسمع. طبعاً لأنه ممنوع الزول يعرض هاي، فخطيت البوستر بس بتاعي. ها؟ شنو؟ خطيت البوستر. بحب الشغله بتاعت الكمانجات اكثر. فكره انه ذاته يعني مسلسل مصري سواء كان قصير او هم مصريين ما شاء الله عليهم متخصصين بعاد في شديد. ايوه بعاد في الموضوع ده شديد، فكونه ذاته يقتنع بانه يعني ده ما تقليل منك طبعا أكيد. لكن في ثقه هم مرات كده ما بيصغروا له في 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 ابنائهم يعني. فانا تخيل لي دي خطوه كويسه شديد يعني في مسيرتك انت ذاتك، كونه في بداياتك تقوم تالف الموسيقى يعني تتر مسلسل أيوه. فدي حاجة يمكن يعني بيطمح لها كثير جدا حتى الناس القدام يعني في المجال، فما بالك انت جديد، فدي حاجة بتضيف لك كثير في خطواتك وفي مشوارك برضو يعني. السينما هنا بدأت تشتغل فيعني
حيكون ان شاء الله يعني في حاجات كثيره جايه. طيب افتراض اللي هو مسلسل لسه ما تم بثه لسه وانت اللفتة اللي هو من خلال ما بنسمع الان نحن وكل مشاهدينا، التاثيرات الكبيره كانت شنو للعمل ده بالنسبه لك؟ التاثيرات ايوه تاثيراته، يعني انت هل اطلعت على النص السيناريو بتاع المسلسل؟ ما هو انت بالنسبه لي لما اجي اعلف التاليف الموسيقي وفقا لما موجود يعني في المسلسل، يلا لما اجي اعلف ما بقدر ألف من خلال السيناريو بس يعني لازم أنا أشوف الفاينل بتاع الإيديت حق الحاجة حتى أنا أقدر أبني وأتخيل الأفكار وأبني وأكتب الموسيقى ذاتها حتكون عاملة كيف، المود التحديد بتاع المود حيكون ماشي كيف، اللحظات بتاعة السكوت الحياة دي كلها يعني. فبعد ما يتم المونتاج النهائي للحاجة بيرسلوا لي من خلال المواقع بتاعة رفعت الملفات دي بشوف أنا ومن خلالها ببدأ تأليف. الإحساس جاك ما بعد ما اختاروك، أنت كنت براك ولا معك كم شخص تاني يعني؟ بالنسبة للحاجة دي؟ أيوة لا كنت براي ما كنت براك. أنت قلت صاحبك هو اللي يمكن دعمك في لا الناس هو اللي عرف بأنه هنا في أيوة مؤلف موسيقي مؤلف سوداني موسيقي يعني سوداني موسيقى ولقيت القبول طوال مباشرة من المصريين وسيبوا العمل. المخرج التعليقات شنو يا المخرج محسن زكريا قال لي يا أخي الموسيقى جميلة جدا وراكبة يعني مع الشغل، ودي كانت يعني ما حاجة أنت ترضي المخرج أول حاجة بعدك تشوف. نحن دائما لما ننجح في حاجة ونحس إنه من جوانا كده مقتنع بها تماما، فلما نيجي نعمل شغل تاني بيكون يا بنفس المستوى يا أعلى. طبعا أنت عملت بعد التتر ده عملت شنو؟ يلا أنا بعد التتر ده في أعمال تاني جاية إن شاء الله. في حاليا شغال على فيلم اسمه ندم تبع شركة رويال كان، وفي مجموعه من ما متذكر هسه شنو، لكن طيب. في وثائقي برضه لحمد الشاذلي يعني. جميل مشتغل. طيب برايك شنو نحن وكل مشاهدينا نمشي نتابع مع بعض ونشوف الاعمال اللي انت برضه قدمتها؟ ده واحد من الاعمال يا امجد اللي انت قدمتها، هي موسيقى سيمفونيه، فكلمنا عنها وعلق لنا. طيب دي كانت اول سيمفونيه الفتها انا كبراي يعني، انا يعني بحب الموسيقى الاوركستراليه اللي بتكون فيها يعني الات موسيقيه كثيره مستخدمه التشيلوز الكمانجات. فيعني خطيت نفسي انه انا لازم اعمل لي كم سيمفونيه، عملت 3 سيمفونيات فدي كانت اول سيمفونيه عملتها. جميل حقتي يعني. بتسمع مزيكا كويس ولا بس فيما يخصك او ما يليك، او بتسمع مزيكا كثير؟ يلا بالنسبه للمزيكا عندي نوع معين بتاع مزيكا اللي هو النوع ده ذاته اللي انا قاعد اشتغله يعني، ما قاعد اسمع اغاني كثير، بسمع لكن ما بسمع كثير، بسمع يعني اكثر حاجه للمؤلفات هانز زيمر اللي هو يعني الاستاذ التوب في الحاجه دي. في برضه من البحرين في جمال القائد برضه بسمع له، يعني في موسيقيين كتار بيألفوا الموسيقى دي النوع ده. انت متاثر بهم؟ اي بكون مثلا بسمع في البيت في المواصلات، بكون دائما يعني لما يعجبني في الموسيقى بتاعت فيلم بمشي بنزلها بتكون متاثر بها. طيب خلينا نمشي برضو نتابع واحد من مؤلفاتك وتعلق لنا عليها. يا امجد شفنا العمل بتاعك شفناه قبل شويه، فحدثنا عن العمل ده. طيب ده ميوزك كريل يعتبر يعني من بداية 2021 كل الأعمال اشتغلتها من 2020 قصدي لحد مايو 2021. فأي زول شغال أي شغلة في الدنيا دي لازم يكون عنده ريل. الريل ده اللي هو شنو، عبارة عن شغلك أنت بتلم حاجات معينة كده، أبرز الحاجات اللي أنت اشتغلتها بتلمها في فيديو عشان الناس، عشان ده يكون بالنسبة لك مرجع سي في أو سي في حاجة دي يعني. أمجد يمكن يعني مؤخرا كثير من الموسيقيين العالميين عندهم ابتكاراتهم وعندهم إنجازاتهم وعندهم كمان يعني موسيقى اللي هي قد تكون فيها ميكس. حتى الشباب اللي بيغنوا الآن الموجودين في الساحة في ابتكارات اللي هي بتاعت أفريكان ستايل أن يوروب ستايل، في ميكس كده داخل في الميوزك ذاته في المؤلفات. فأنت رأيك شنو في الحاجة اللي هي، هل بتضيف عموما يعني؟ طبعا كله بلد ولا ممكن تخصم إلى حد ما يعني؟ لا ما بتخصم، كل بلد يعني بيكون عندها استايلة معين. يعني أنت الليلة لما قدرت تشتغل ميوزك، قدرت تألف ميوزك لمثلا حاجة
اشتغل حاجه فيلم في افريقيا مثلا حتشتغل على بيتس تكون افريكان. لما انت تمشي تشتغل حاجه مثلا في اليابان مثلا حتمشي تبحث عن الموسيقى بتاعتهم كيف السلم بتاعهم، السلم بتاعهم خماسي سباعي كده يعني. فالميوزك يعني عموما هي بتكون مربوطه بيصير الثقافه، عرفتي؟ ثقافه البلد وثقافه الناس العايشه ذاته. ايوه، ودلاله على كده انه يا امل عندنا نموذج اوبرا يعني. صح، هنمشي نشوفه اكيد، نشوف نقرا هنا يعني. شوف أعمال مميزة وأعمال مختلفة وبتضيف لك أكيد الكثير، ويمكن يعني الدهشة في إنه في كوكتيل ذاته في التقديم اللي هو التأليف الموسيقي التصويري من أشكال ومن قصص ومن حكاية يمكن شفناها مع بعض، ولكن دارين نشوف مشروع أمجد وخططه المستقبلية، بيفكر وبيطمح لشنو أمجد؟ طيب انا بالنسبه لي كأمجد يعني خدت في راسي حاجه معينه، انه انا اكون واحد من اعظم المؤلفين الموسيقيين في السودان بالنسبه للموسيقى التصويريه تحديدا يعني. فلانه بالذات المجال ده هنا في السودان يعني ما مشتهر، وانا يعني اغلب اللوم بيمشي للمنتجين يعني. صح. انت كمنتج الليله لما تعمل فيلم او مسلسل او حاجه بيهملوا شديد موضوع الموسيقى التصويريه ده بالذات فعلا، والحاجه دي ملاحظه يعني. انت في اي عمل لاحظت الحاجة دي، لكن هسه ان شاء الله يعني بعد السينما فتحت والدنيا فتحت هنا ان شاء الله يعني يكون في اهتمام بالحاجة دي والشغل يمشي لقدام. عندك جروبس او عندك كم شاب ثاني بيهتموا بنفس الموسيقى التصويرية؟ والله بالنسبة للموسيقى التصويرية هنا في السودان تقريبا ما في، ما يعني انا ما في ما في ما بعرفهم يعني. ايوه، لكن هو في ناس، في مازن حامد بيألف. ايوه، مجموعه من المؤلفات، في شاويش برضه بيالف. في واحد اسمه علي برضه بيالف، لكن ده قاعد برا السودان. فان شاء الله يكون برضه نشوف ناس مؤلفين موسيقيين في المجال تحديدا هنا في السودان يعني. ان شاء الله يا امجد، وربنا يوفقك خطاك. ويمكن انت بدات من حيث انتهى الاخرون، يعني انت بدات انك انت نقدر نقول طلعت من اطار المحليه الى عربيا، ان شاء الله تتوسع الرقعه الى انك انت تمتد الى عالميا ان شاء الله، ونشوف اسمك هو متوج بين كل الموسيقيين في التاليف الموسيقي والتصويري، اسمك عالي ان شاء الله وترفع اسم السودان، ودي تكون يمكن بالنسبه لك امنيات وطموحات مشروعه. احنا شاكرين ومقدرين طلتك عبر حضره المساء اليوم، وصراحه نحن بيكون سندنا بانه الشباب دول هم قادرين يساهموا ويرفعوا اسم السودان يعني حتى ولو كان عربيا في بدايه خطواتهم. شكرا لك. كلمه اخيره يا امجد. والله كلمه اخيره، بشكركم على الاستضافه الجميله وشكرا لكم، وبشكر برضو الشركه اللي لمتني ويعني وفرت لي كل المواد اللي ممكن الحاجه دي اللي هي رويال كان، ناس عبد العليم ورومان والجماعه بهناك. شكرا كثير. شكرا لك يا امجد، وشكرا لهم. وبكده نكون احنا وصلنا لنهايه في حضره المساء يوم الاثنين. فريق عمل، انا مبسوطه حد الانبساط لاني اول يوم طليت الليله عليكم عبر شاشه الزرقاء مع امل خليل. تسلم يا ذكرى، وان شاء الله موفقه دائما، ودروب هي كثيره جدا في حضره المساء، مساحه هي تلاقي جرعات فيها من التوعيه والعطاء المختلف. نظم الحروف هي كانت المساحه الاولى، وايضا كان عندنا المخدرات. أيوة. الافه الموجوده في العصر، والتاليف وختمنا بالتاليف الموسيقي. أيوة. نشكر كل المشاهدين اللي تابعونا داخل وخارج السودان، لحد ما نلقاهم ان شاء الله في امسيات جديده. حتى الملتقى، مع السلامه. وده أنا أقول.